إذا رح تزوروا مدينة برشلونة قريب لازم تسيبوا هذا الفيديو، رح ناخدكم على مكان لازم تروحوا عليه بس توصلوا. والمكان هو بوكريا ماركت بنص برشلونة. بتلاقوا فيه اللي بخطر على البال ولا ما بخطر على البال، فواكه، بهارات، كاندي ومكسرات، آيس كريم، بيتشاهي. وبتنافسوا كيف يرتبوا الأكل، وعن جد كل واجهة أحلى من التاني. والأكل على قد ما هو بسيط، فراولة مع الشوكولاتة خلتني أرقص يا جماعة من قد ما هي جد زاكي وفرش، والأكل أشكاله ألوان. ومحلات التباس كتار وبيعملوا الأكل قدامكم، وفي سوق سمك كامل أشكال أنواع فيه وكله فرش، والحلو إنه ممكن يطبخوا لكم يعني. سمك كل مكان. ومين عمره جرب الأويسترز اكتب لنا تحت في الكومنتس. وأهم فقرة البيايا. أديها إيش مالها البيايا؟ صراحة بايايا بهاي البلد بتشهر فيها. والله كتير في مطاعم بايايا، بس هاد البرزنتيشن كانت تبعته كتير حلوة. لا مقطع واحدة. والبيض فريش من المزرعة، والعصير أشكال وألوان، وفي أكلات أصلا ما بنعرفها، ولازم لين تجيب بهارات البايايا. وتأكدوا لما تروحوا هذا السوق تكونوا جعانين. وبس والله.